أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من اشتباك مباشر مع عمر كلاب، في حلقة سنتحدث فيها عن بيتنا الداخلي. لا أدري إن كان هذا الموضوع جدير بمتابعتكم، ولكني أعتقد أنه يستحق أن نطلق ما في جعبتنا وما في داخل بيتنا إلى الرأي العام، كي يتفهم ما يجري في داخل نقابة الصحفيين، كي يتفهم ما يجري، كيف يدافع الصحفيون عن واقعهم المعاشي وعن واقعهم الحرياتي، وكيف يتم الضغط عليهم بكل الوسائل الممكنة إذا أرادوا أن يكونوا صوتا للحقيقة أو عينا للناس داخل أدوات السلطة. للحديث عن ما جرى يوم الجمعة الماضي من رفض الهيئة العامة لنقابة الصحفيين التقرير الإداري والمالي المقدم من مجلس نقابة الصحفيين، والحديث أكثر عن واقع الحريات الذي تصادف يوم الصحافة العالمي يوم الثلاثاء المقبل القادم السابق آسف 3/5، يسرني أن يكون معي الصديق والزميل ماجد الأمير من جريدة الرأي. مساء الخير ماجد. مساء الخير. كيفك؟ عمر إليك ولكل المستمعين. الله يخليك ماجد. خلينا نبدأ من الحدث الأقرب. بالناشئ 3/5 كان اليوم العالمي، بس بدنا نبدأ من الحدث الأقرب. يعني ما الذي يجري داخل نقابة الصحفيين؟ لماذا هذا الضجيج حول التقرير المالي والإداري؟ هل هي تصفية حسابات أم ماذا؟ يعني في البداية دعني ألخص أو أشخص ما يجري داخل نقابة الصحفيين. في انطباع عام أو رأي عام عند جميع زملائنا الصحفيين أن مجلس النقابة الحالي لم يقدم أي شيء ولم يقدم أي إضافة للواقع الصحفي. الصحافة مأزومة، الصحف الورقية مأزومة، والنقابة مأزومة لأن النقابة مواردها المالية من الصحف من 1%. لكن هذا المجلس لم يقدم أفكار إبداعية وخلاقة لمعالجة سواء الوضع الناجم عن أزمة الصحافة الورقية وما يجري في الصحافة من انهيارات، وانهارت صحيفة العرب اليوم وهذا المجلس غائب، واليوم الدستور مأزومة، ودعني أقول كل الصحف مأزومة. وهذا الصحافة الورقية بتمر في أزمة. وهذا المجلس لم يقدم شيء أولا. يعني واجبه أن يتفاعل مع زملاء، أن يدافع عن الزملاء، وأن يقدم حلول إبداعية لما يجري من الصحافة الورقية، سواء يقدم حلول للحكومة سواء يقدم للرأي العام. المهم أن يتفاعل مع ما يجري ويقدم، لكن هذا المجلس لم يتفاعل ولم يقدم أي شيء. هذا أولا على صعيد هذا على الصعيد العام الأزمة الصحفية، مفتاح مخرف عرين الفلاحين. ثانيا المجلس أيضا، هناك دائما كل مجلس نقابة يفترض أن يقدم شيء للزملاء الصحفيين. هذا المجلس أيضا لم يقدم، ولا حتى أرض الصحفيين التي يعني الأرض القديمة والمعروفة، هذه الأرض اليوم ما في أي جهد مبذول لكي يتم تطويرها، لكي يتم تعبيد الطرق، يعني إدخالها في التنظيم والمسائل. فلذلك هذا المجلس بالنسبة للزملاء يعني لم يقدم لا ماليا ولا خدماتيا ولا على صعيد الأزمة. ما هو ولا على صعيد الأزمة، أن نقابتنا اليوم ليس لها لا دور مهني ولا دور سياسي. هذه هي الأزمة. لذلك هناك انطباع عام أن هذا المجلس يجب أن يرحل، أن هذا المجلس لم يقدم شيء. هنا في قضية مهمة، قضية ما جرى مجتمع الهيئة العامة نتيجة دائما على فكرة زملائنا الصحفيين بيغيبوا عن اجتماعات الهيئة العامة هاي إلا بيجوا وقت الانتخابات. ما جرى هو تعبير عن رفض من الزملاء الصحفيين لهذا المجلس. مش بالضرورة أن التقرير الختامي هو يعني زي ما تقول تصويت احتجاجي على واقع المجلس وسلوكه، مش على المضمون اللي في التقرير. يعني نعم، مش على المضمون، لأن هذا المجلس زملائنا الصحفيين بيعتقدوا أن هذا المجلس لم يقدم شيء في ظل واقع مرير بتعيشه الصحافة وبيعيشه زملائنا الصحفيين. من بطالة ومن تدني مستوى معيشتهم، وأيضا لذلك وحتى على صعيد الحريات، حتى على صعيد الحريات هذا المجلس يعني ما كان. فلذلك كان التصويت على هذا أنا بسميه تصويت احتجاجي. لكن احنا عندنا مشكلة جوهرية، دعني يعني أتحدث في بنود قانون نقابة الصحفيين. يعني اجتماع الهيئة العامة لازم تصادق، تتألف الهيئة العامة من أعضاء من الصحفيين الأردنيين، لازم تصادق على الحسابات الختامية وتناقش التقرير المالي والإداري
وتتخذ ما تراه وتقرر فيما شأنهما. الحسابات الختامية لم يتم المصادقة عليها في اجتماع الجمعة الماضية. هذا بعني أن المجلس الحالي لا يستطيع صرف مليون واحد دون أن يكون هناك اجتماع, يعني دون حل هذه المشكلة. أما التقرير الإداري والماء, التقرير الإداري اللي ارتفض, يعني التقرير الإداري أنا ما أشوفش أنه برتفض. أيوة أيوة, يعني لا لا لأنه يعني. لأنه القانون بيقول تناقش الهيئة العامة التقرير المالي وتتخذ قرارات, لكن المشكلة مش في التقرير الإداري. التقرير المالي اللي لازم يتصادق عليه حتى نفوض الهيئة الجديدة. الحسابات الختامية, نعم. أنا أتحدث عن حسابات ختامية موازنة كذا كذا, نعم. لم يتم المصادقة عليها, وهذه واضحة, يعني في 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 تتألف الهيئة العامة من كذا وتناقش وتصادق على الحسابات. بمعنى الآن أي قرش تصرفه, نعم. مجلس نقابة الصحفيين يعتبر مخالف, نعم, وقد يسأل عليه. نعم. طيب في الصعيد السياسي ماجد, وأنت أحد النشطاء السياسيين, والآن يعني عم تستعد لخوض غمار الانتخابات في نقابة الصحفيين لمركز النقيب, كيف ترى يعني واقع الدور السياسي لنقابة الصحفيين, مشاركتها في الحريات؟ الآن مطروح لدينا مشروع اسمه مشروع يعني اللي هو زي حماية المستهلك ولكن حماية القارئ اللي هو مجلس الشكاوى. لماذا غاب جسم النقابة عن كل مناقشة مشاريع القوانين؟ أخي عمر, بس أنا في شغلة قبل ما ننتقل لهذا سؤال مهم, أنه الآن ما الذي يمكن أن ينتج عن ما حدث, نعم. الجمعة هذه مهمة, يعني لازم إجابة, نعم. أنا بعتقد أنه الآن المفترض في فتوى قانونية سواء من الرأي ديوان التشريع أو الرأي أو حتى المحكمة الدستورية بيدبروا ديوان الرأي, إنه هذا الاجتماع الذي هل يتم اعتبار اجتماع معلق واجتماع لاحق أم إنه غير هيك. هذا أولا. ثانيا, أنا بعتقد إنه مشكلتنا في قانون نقابة الصحفيين قبل, نعم. ما أذهب لسؤالك, ما حتى في مناقشة قانون نقابة الصحفيين ما حدا حضر, يعني ما بقول على المشكلة للأسف. في القانون نفسه, القانون بقول إذا 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 روح المجلس ما بتجرى انتخابات لحين انتهاء مدة المجلس اللي روح, وهي في مشكلة, يعني ما حدا بينزل انتخابات 6 أشهر أو 7 أشهر أو كذا. أما حول دورنا ودورنا الوطني ودورنا, يعني إذا استقال المجلس, إذا المجلس اللي جاي بكمل مدة هذا المجلس, مدة هذا المجلس, هذه المشكلة, وبش يعني ببلش دورة جديدة؟ لا, ما ببلش دورة, هذه المشكلة. ولا في عندنا فكرة إدارة مؤقتة؟ ما في ولا في إدارة مؤقتة حسب القانون, أنا بحكي لك, نعم. لا, هاي مشكلة كبيرة, عشان هيك احنا بنضطرين يعني نستنى. وأنا بعتقد هذا مدعاة لكي نطالب بتعديل القانون, بمعنى إذا استقال المجلس كاملا تجرى انتخابات جديدة وبمدة جديدة, مش إنه يكمل مدة المجلس. لا, وهذا هو الذي يعني زملائنا في مجلس النقابة هم يعني بيرتكنوا على هذا, انه ما حدا راح يجي على لشهر 4 الجاي, وبالتالي يا اخوان خلينا نكمل هالمده يعني, وهذه انا بعتقد وبتصير يعني كلها بوسلحه وبتمشي, نعم. وهذا بعتقد انه هذا مدعى, وانا بعتقد انه لازم اي مجلس قادم يفكر بتعديل القانون بما يتلائم مع اي تطور او مستجدات بتكون على الساحه النقابيه. هذا اول. ثانيا, انا بعتقد انه دور نقابه الصحفيين, ودائما بحكيها, اليوم بدها مجلس نقابة عنده أفكار خلاقة, لأنه إحنا في أزمة. والمجلس الدعية. السابق كنا نحكي بأن مجلس عنده أفكار, مزبوط, خلاقة. مزبوط. أنا مش أنا يعني خليني أحكي ما طيب ما الذي يفكر به. صحيح صحيح. لكننا لا ننتخب فعلا ناس لديهم أفكار خلاقة, لأنه إحنا في أزمة اليوم, ترى مش إحنا الآن مش في ترف. أنا بقول دائما إحنا اليوم مش في ترف إن نروح انتخابات عادية وننتخب بالطريقة التقليدية. اليوم لدينا فرصة احنا في نقابة الصحفيين, زملائنا في الهيئة العامة, ان ينتخبوا مجلس فعلا لديه افكار خلاقة لمعالجة الازمة التي تعاني منها الصحف الورقية. انا ما بقول حلول سحرية, لكن انت بدك تكون لديك مقترحات, لديك افكار, لديك ابداعات لمعالجة ما يجري في الصحافة الورقية وما يجري في كل الصحافة بشكل عام. وايضا انه اليوم زملائنا الصحفيين, أنا بقول بدهم إشي يحطوا في جيبته على طريقة لازم. أنا بدي أشعر بنقابة الصحفيين أولا, أشعر فيها على الدور المهني إنها بتقدم لي خدمة, تدريب, تأهيل, بتقدم يعني خدمة وظيفة عمل بما في الخدمة المادية, نعم. ثانيا, وبشعر بدي أشعر إنه في دور وطني للنقابة. إحنا اليوم نقابتنا غائبة عن الدور الوطني, ليس لها أي دور, صحيح. وطني مش موجود, وليس لها أي دور مهني. يعني ما الذي يمنع نقابة الصحفيين إنها بناس يعني فكروا صح, انه بيشتروا ارض مثل كل النقابات,
خارج التنظيم، صندوق استثمار خارج التنظيم، خارج التنظيم، وبطلبوا من الحكومة تنظمها. وهذا بيخدم الصحفيين، بيشتروا الصحفيين بأسعار خارج التنظيم، لكن سعرها بيكون يعني بيشعر الصحفي انه النقابة بتقدم له، مثل نقابة المهندسين، مثل نقابة الأطباء، مثل نقابة الصيادلة. نعم. بيشعر الصحفي ان النقابة تقدم له شيء. احنا مشكلتنا لا بتقدم لنا شيئا، ولا ليس لها دور وطني في الحياة العامة، وهذه يعني انا بعتبرها مثلبة كبيرة. علينا في المرحلة المقبلة ان نفكر بطريقة اكثر واقعية، ان يعني لا قادر افخر فيها كنقابة انجاز ولا كنقابة موقف. نعم نعم، هاي مشكلة. بعكس النقابات الأخرى لها موقف، حتى اختلفت أو ما اتفقت بصرف النظر. ثانيا تقدم لمنتسبيها خدمات مهمة، سواء على الصعيد المهني أو على الصعيد المعيشي أو المادي. طب هل يعني الآن ما يتداول أن نقيب الصحفيين الحالي كان يريد أن يكون نقيبا حتى يكون رئيسا لتحرير صحيفة الرأي، فأنجزت النقابة ملفها بالنسبة له. أيضا أعضاء المجلس كل واحد فيها بدور على مصالحه الشخصية، بدليل أنه في ثلاثة يفترض أنهم يكونوا برا المجلس للآن ما راحوا. يعني كيف ممكن نضبضب يعني إحنا بنحكي عن الفساد وبننتقد الحكومة، بس جسمنا مهلل. يعني أنا يعني ما بدي أفوت في قضايا شخصية، لكن هناك مشكلة بأزمة بعيشها المجلس الحالي. أزمة بدل أن يعمل لعمل ما هو مطلوب منه، منشغلين في قضاياهم الداخلية، يعني الصراعات الشخصية لداخل مجلس النقابة. الثلاثة اللي انتهت مدتهم ولازم يطلعوا، وهذا صراع كبير. أنا بعتقد أنه احنا لازم نطبق القانون، وأنا إلي تجربة مع هذا المجلس. أنا كنت مسؤول عن اللجنة العضوية في قصة كان في القانون الجديد، وفي مادها اسمها اللي له من له 8 سنوات وكان محررا صحفيا أو مصور صحفي، استثناء لمرة واحدة من قبل في عضوية النقابة. نعم. نحن في لجنة العضوية في ذاك الوقت اجتهدنا، عملنا بشكل مضني لكي نتأكد أن الأوراق صحيحة وكل شيء صحيح، والذي يعمل هو صحفي من 8 سنوات على الأقل، وبذلنا جهد وتم الموافقة على 20 مكتمل شروط، وهناك حوالي 40 صحفي غير مكتمل الشروط. وللأسف مجلس النقابة قبل هؤلاء الصحفيين، يعني قبل 20 أصلي هو 40 بخلاف القانون. بخلاف القانون يعني أوراقهم الثبوتية، اللجنة العضوية قرارها كان أن هؤلاء ليسوا مكتملين، بنطبقش عليهم الشروط الاستثناء، لا ينطبق عليهم القانون، لكن النقابة قبلتهم بخلاف القانون. نحن أنا بعتقد أنه دائما هو القانون الذي يسود، يعني إما أن نكون دولة قانون أو أنه نشتغل بالطريقة التي. طب كيف بدنا نقول للناس إحنا بدنا نساعدكم أن نكون عينكم لتطبيق القانون؟ صحيح. ثم هذا خلل نفشل في تطبيق القانون تاني. هم لا يطبقوا القانون حتى مع زملائهم وحتى مع أنفسهم، مثل ما ذكرت أنه الذين يعني القانون واضح أنه اللي بغيب بتغيب عن اجتماعات مجلس النقابة بدون عذر في 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 اجتماعات محددة، 3 اجتماعات أو 8 اجتماعات. هناك ثلاث اجتماعات بدون عذر وثمانية يعني ثمانية بصرف النظر حتى لو بعذر بصرش. المهم في ناس نعم تغيبوا، لكن ما تم الإسقاط العضوية وصارت مشكلة. وصار أنا قلت لك أن إحنا مشكلتنا بنعاني من قضية أن مجلس النقابة الحالي يعيش في صراعات داخلية، حسابات شخصية بين أعضائه، وبالتالي هذا أثر على المجمل. كيف بدنا نقنع يعني الدولة أو الحكومة إنه نضغط عليها وإحنا للآن يعني مش قادرين نرتب بيتنا الداخلي؟ هذا هو موضوع الجزء الثاني من حلقة اليوم. فاصل قصير. من هالقلب لعيون وأغلى الناس مثل الصور، ضوينا حب وإحساس تمرق سنين، حبنا يزيد وما بينقاس، شوفت أرض خضرا حرة ما بتنداس، انتو مرة يدي اللي بتدرك ألفاس، نبني بلد صوت البلد من الأساس، غمر الدفا برشفة قلب وضحكة بيت، صوتو حلو حدودو شفق لونو. عدنا إليكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من اشتباك مباشر، واقع الصحافة في الأردن. أذكركم بالمشاركة معنا في البرنامج، أذكركم بهواتف البرنامج 460-1216 460-1204 079-639-570، وعلى صفحة راديو البلد
على الفيسبوك محمد شنك يرافقني من الهندسة الإذاعية وبضحك إنه لأنه ما كتب لي التلفونات إني بتذكرهم. اهلا وسهلا بضيفنا العزيز الاستاذ ماجد الامير. اهلا بك اخي ماجد. اهلا بك اخي. يعني اخذنا الفاصل كنا متفقين انه بدنا نحكي عن الواقع الحرياتي، ولكن انا قبل بدي اسال، كثير من الزملاء يعترضون على عدم تنقيح الجدول، يقولون ان جدول النقابه بحاجه الى تنقيح، هل فعلا بحاجه الى تنقيح الجدول ولا احنا بحاجه يبدو الى اكثر من التنقيح؟ يعني هو في اولويات اخي عمر، يعني احنا علينا المهم ان نلتزم بالقانون. نعم. اذا كان القانون بيتطلب ان ننقح جدول فالجميع يجب ان يلتزم، يعني لا مجال او لا مهادنه في تطبيق القانون. لكن اولوياتنا احنا اليوم ان ننقذ الجسم الصحفي. انا بقول احنا قاعدين في مش مثل بديش استخدم وصف عمي، لكن احنا الان في مرحله انهيار في نعم. في النقاب وفي الجسم الصحفي وفي المؤسسات الصحفيه. احنا الان معنيين بوقف التدهور حتى نحط الباص او القطار على السكه وننطلق بشكل اكثر يعني ثقه واكثر نحو الامان، نحو الامام، نحو ان يكون في فعلا نقابه قويه، نقابة قادرة ووسط صحفي وجسم صحفي قوي أيضا. طب من وين بدك تبدأ ماجد؟ لو قلنا مثلا من أين سنبدأ؟ أنا بقول دائما أنا أراهن على أنه أحيانا الصدمة الكبيرة بتخلي الناس يفكروا بخيارات أكثر انحيازا للصحفيين، بعيدا عن التحشيد اللي كان بيتم في نكون أكثر استقلالية، يكون قرارنا اليوم أن بقول الانتخابات القادمة هي محطة ممكن أن تكون هي المحطة الحقيقية لإعادة الجسم الصحفي والوضع الصحفي والنقابة الصحفيين على سكة الطريق الصحيح. كيف وانت عندك ثلاث أربع مؤسسات، أكبر أربع مؤسسات محكومة إلى التدخل الرسمي إنجاز التعبير، يعني عندك الرأي، الدستور، وكالة الأنباء، التلفزيون والإذاعة، يعني عشان ما نضحك على بعض ولا نضحك على الناس، يعني مش كثير إحنا بعاد عن الحكومة، يعني حتى بالملكية. لا أنا مش بقول إحنا مش إحنا اليوم إذا كان في نقابة قوية بتكون خدمة للبلد. إذا كان في انتخبنا نقيب قوي وصحف ومجلس نقابة قوي بيخدم الصحفيين، هذا بيخدم البلد. يعني الوصاية بالطريقة إني أنا بعرف إنه هذا هو الصح، أنا بقرر هذا هو الصح بطريقة ما، هذا لا. اليوم أنا بقول المؤسسات الصحفية ما عادت السيطرة كما كانت سابقا على المؤسسات الصحفية. وبعدين زملاء الصحفيين علينا أن نتجاوز فكرة أنا عشيرة الدستور وأنا عشيرة الرأي وأنا عشيرة الغد وأنا عشيرة الوكالة الأنباء وأنا عشيرة، مع احترامي طبعا لكل المؤسسات ولكل، إحنا اليوم لازم يكون خياراتنا، يعني بصيرش الانحياز المؤسسي بالانحياز للمهنة ولا للمستقبل. نعم أنا بقول إحنا فرصة لدينا اليوم أن نفكر ننحاز للبرنامج، لأنه إحنا في نقابة الصحفيين طول الوقت السابق وإحنا بننحاز للعشيرة الصحفية، خلينا نسميها عشيرة المؤسسة المؤسساتية، عشيرة المؤسسة وعشيرة الوكالة وعشيرة الرأي. اليوم احنا علينا ان ننحاز للأفكار، للإبداع، ننحاز بطريقة مختلفة. انا بجوز بمثلني واحد في الدستور او واحد في الرأي او واحد، انا بمثلني واحد في الغد احسن من مثلني مثلا اذا كان يعني انا اذا كان منحاز للبرنامج للحريات ولا وعنده قدرة انه يقود العمل الصحفي. يعني انت تقول انه علينا ان نضع برنامج ثم يصبح الانحياز برامجيا مش انحياز برامجيا مؤسسات. نعم وللكفاءة. نعم. بعيدا عن المؤسسات وبعيدا عن القرابة وبعيدا ان نكون احنا اليوم وبرامج واقعية وبجداول زمنية، وايضا الذي لان احنا يعني مثل ما حكيت انت اخي عمر انه كل واحد فينا بيقدر يكتب برنامج ايجابي يحاكي مشاكل الصحفيين. لكن انا بدي افكر، أنا كصحابي بدي أفكر إنه هل ماجد الأمير هذا البرنامج اللي كتبه ماجد الأمير بدي أشوف تاريخه فيه، هل هو فعلا لديه القدرة تطبيق هذا البرنامج أم إنه مقتنع بهذا البرنامج؟ أنا بدي اليوم فعلا إحنا بقول بدنا نقيب يعمل. نعم. يعمل، يعني أنا بدي أشوف من الذي قادر على العمل في المرحلة المقبلة، وهذه مهمة جدا، لأنه أنت بدك نقابة اليوم تعمل
يكون عند لديه القدرة والاستعداد والكفاءة للعمل في المرحلة المقبلة. وإذا إحنا إذا جينا نقيب على الطريقة التقليدية السابقة أنا بقول رح يعني رح تكون كارثة. طب بيجي النقيب بقول لك شو بدي أعمل؟ أنا صندوق الاستثمار مكبلني، القانون مكبلني ممنوع استثمر. إطلاقا لا مش مش لا ما. أنا بدي أجيب مدير من برا النقابة بتكوش. أخي أخي كيف؟ أخي عمر، أولا القانون مش مكبله في قضايا الاستثمار، القانون بتيح. وأنا بقول إحنا اليوم علينا إن نعمل، ما بعرف أنا ممكن نفكر بصندوق، صندوق للاستثمار إله مجلس إدارة، إله استقلالية، إله يعني هذا اللي بدك تفكر فيه أولا. وهذا القانون ما بالعكس، القانون بتيح لك عمل ذلك. القانون أيضا أنا ودائما بقولها أن المسؤول عن الهيكل الإداري في النقابة هو نقيب الصحفيين. النقيب نعم، يعني هذه مسألة حتى لو لم ترد بالقانون، وحتى هذه مثل ما رئيس مجلس النواب مسؤول عن الكادر الوظيفي في مجلس النواب، لأنك أنت بدك كادر يعمل معك وأنت بدك تقيمه. يعني بعيدا عن سلطة مجلس النقابة في إشي، النقيب منتخب من الهيئة العامة والمجلس منتخب من الهيئة العامة، لكن النقيب منتخب، هذا اللي على رأس عمل منتخب لأنه منتخب نقيب. على أساس أنه نقيب، وبالتالي هو أنا بقول هو الذي يرأس الجهاز الإداري في النقابة وهو المسؤول عن اختيار هذا الجهاز. يعني بعيدا عن التفاصيل القانونية وبعيدا عن الدخول في أن انحطت أنظمة لكي لمراحل معينة وكذا، لكن النقيب هو الذي يدير هذا الجهاز الإداري. نعم. وهو المسؤول عنه ومسؤول عن التعيينات ومسؤول عن بالتالي أنا بقول إحنا لذلك إحنا في مرحلة نحتاج إلى نقيب كفؤ قادر مهني، قادر على إعادة التوازن لنقابة الصحفيين، قادر على إعادة الدور المهني للنقابة، وقادر على إعادة الدور الوطني للنقابة. طب كيف يظل يعني إدارة ظهر الحكومة لكثير؟ يعني بخلي الصحف تنشر بده يشرد الرئيس، ما في كيف يعني أنا كيف بدي كنقيب أضغط على رئيس حكومة بقول لك خلي الصحافة تنشر بدي شرد أنا؟ يعني حتى قيمة الصحفي انهارت. ما هذا كله بفعل ضعف النقابة، وبفعل عدم إقناع الناس الآخرين، بفعل عدم إقناع مراكز القرار، عدم إقناع السلطة، عدم إقناع مجلس النواب، عدم إقناع أي جهة حكومية في إنك أنت تطرح حلول. أنا بقول إذا كان النقيب مجلس النقابة قيادة النقابة المقبلة مقنعة وتطرح حلول مقنعة للدولة، بعتقد الدولة بتوقف مع الصحافة. أما إنك أنت يعني ما بزبط إنه ذلك تقول أنا بدكم تيجوا تعالوا حلوا مشكلة هاي، أنا بدي أقدم على الطاولة، بدي أعمل ورشة بحث، صحفيين مختصين، خبراء اقتصاد، خبراء صحافة، خبراء إعلام برا، بدي أستفيد من تجارب وبدي أقدم للحكومة إشي واضح وقادر على التطبيق. يعني الحكومة ليست سعيدة إذا سكرت صحيفة، لأنك أنت بتحكي أي يعني أنا بحكي بالإطار العام، ما في مسؤول في الدولة الأردنية بيكون سعيد لما سكرت العربي اليوم. في مسؤول بيجوز يكون واحد هيك بس بيأخذ، بس ما في مسؤول اليوم سعيد وضع الدستور كما هو أو وضع الرأي كما. طب يعني ليش ممكن أكون مبسوط الله لقيمه؟ لا أنت، ما هو المشكلة أنت مش قادر تحط تقنع أصحاب القرار بأهمية وجود هذه الصحف، مش بالأهمية بالحكي بالتنظير إنه أنا بحمل رسالة الأردن. أنا بدي أحكي في ظل العالم الجديد، في ظل الإعلام الميديا الجديدة، في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل هذا لا زالت الصحافة الورقية لها دور. ألا يمكن أن تكون ذلك يعني الدعم الحكومي على سبيل على موازي للحريات بالمقابل إذا تقدم إشي على الحريات؟ أنا ما بقول دعم حكومة يعني مقابل مواقف سياسية، وما أنا بقول دعم دولة، دعم دولة، لأن هذه الصحافة لما بتكشف فساد بتخدم الدولة، لما الصحافة بتدافع عن الأردن بتخدم الدولة، لما الصحافة بترفع سقف الحرية. أنا بقول الحرية هي اللي بتجيب الاستثمار، ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ. لما بتعمق بتزيد الحرية، الحرية نتعلم الحرية، إحنا بنتعلم الحرية بمزيدنا الحرية، بمزيدنا الحرية بنصحح أخطائنا، لأن الحرية بتجيب الاستثمار للبلد. إذا كنا إحنا في دولة فيها حرية، الحرية بتزداد، حرية الإعلام، والمستثمر الأجنبي مقتنع أنه إذا عنده مشكلة بروح على الصحافة وبتنشر له مشكلته، أنا بعتقد بيجي بيستثمر عنا. ممكن واحد يقول لك كمان يعني في صحافة بتمتاز، في صحافة بتطفش الاستثمار. لا أنا 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 بقول ما موجود هذا، هذا هذا موجود، لكن الحرية إذا كانت الصحافة فيها حرية والتزام ومهنية، أنا بعتقد هذا بيؤدي بيساعد. خلينا نروح للدولة على ملف الحرية. يعني عندنا مجلس الشكاوى
للآن لم يصدر، لم ما بين وين وضعه وين رايحين فيه. عنا أيضا تقرير حريات بيطلعوا مركز مستقل، وعنا تقرير بيطلعوا مركز بيطلعوا النقابة. يعني أنا خلينا بدأ لأنه في موضوع مجلس الشكاوى، موضوع خلافي في الـ في الـ في الوسط نعم. السياسي والمجلس الشكاوى، وهو انبثق عن الاستراتيجية الإعلامية. أنا أقول أن دائما المواطن القضاء هو الفيصل في نعم. أي قضية فض النزاعات. أي مواطن بشعر أنه صحافة كتبت عنه، صحافة بلجأ للقضاء، وهذا يعني حق مصان وحق دستوري وحق مدني وحق تعبير عن تطور المجتمعات لما بروح على القضاء. هذا مش أنه مثل ما الناس بتفكر أنه القضاء، أنا بروح على القضاء إذا شعرت أنه في غبن من صحافة ومن هذا. أولا. ثانيا، مجلس الشكاوي، أنا بقول هذا المجلس يجب أن يكون، إذا يعني مش بالضرورة شو اسمه مجلس الشكاوي، يعني مش نعم. الاسم، الفكرة أنها يجب أن تنبثق تحت إطار نقابة صحفيين. أنا من دعاة أن النقابة مثل ما أنت حكيت في قضايا يجب تصويبها داخل النقابة، منها فكرة مجلس الشكاوى. طبعا احنا عندنا مجلس تأديبي وإذا في شكاوى، بس ولكن يعني صحيح. لا النقابة فاعلة ولا مجلسها فاعل صحيح. والصوت الانتخابي بيلعب دور في أنه ما تزعلوش عمر، تزعلوش ماجد، وبالتالي المواطن منظلم. احنا بحاجة مثل ما أنت ذكرت في البداية ترتيب بيتنا الداخلي، بنرتب بيتنا الداخلي في نقابة الصحفيين في كل القضايا. أنا بدي أول إشي أرتب وضعي أمام المواطنين وحط لوائح وميثاق شرف ولوائح داخلية بحيث تضمن للمواطن إذا ما كان أو السياسي إذا ما تعرض لابتزاز أن النقابة، أولا النقابة قادرة على معالجة هذا الخلل واتخاذ شيء ما بحق الصحفيين، وثانيا انت امامك القضاء، يعني انت بتكون امامك، يعني اما بتروح للنقابة او بتروح للقضاء. فرصة هون وفرصة هون. نعم، وهذا ما بتعارض مع فكرة التقاضي. طب يعني شو بده يقدم مجلس الشكاوى؟ هل سيقدم شهادة خبرة للقضاء انه مثلا فيها اساءة ولا لا 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 شو لا قيمة لا مجلس الشكاوى في ظل يعني التقاضي؟ لا لا، هو ترى في مبدأ قانوني عام انه الذي يرتكب عقوبة لا يجوز أن يعاقب عليها مرتين. يعني هذا مسألة بجوز تكون فقهية، ما بديش أحكي قانونية، إنه قاعدة فقهية. بس أنت مجلس شكاوى إذا كان فيه بتشعر إنه مجلس شكاوى قوي، هذا قادر على تصويب نفس الصحفيين حتى لا يبتزوا، لأنه صعب. مش الأدعى إنه يكون هذا لا. مجلس مستقل ما إله دخل لا بالنقابة ولا بالحكومة. لا أنا مستقل، ما أنا مالي علاقة ولا بمنع الإلزامية للنقابة. لا لا، أنا أخي عمر إذا مستقل أنا كنقابة صحفيين مالي علاقة فيه، أنت بمشكلتك هاي. أنا بقول إحنا من أنا حر الدولة تشكل مجلس شبدهية، بس أنا في نقابة الصحفيين مدعو اليوم لترتيب البيت الداخلي بما في إنشاء مجلس له علاقة بشكاوي المواطنين بحق أو السياسيين بحق الصحفيين ومرجعيته نقابة الصحفيين. يعني هذه مسألة يجب أن تكون واضحة، لأنك أنت إذا بدك إشي ثاني بتروح على القضاء. ما هذا الخلاف اللي مش قادرين كثير الناس يفهموه. أنا إذا شعرت كسياسي أو كصحفي إنه في جريدة أساءت إلي وبالطريقة اللي فيها يعني إساءة وفيها ضرر نفسي وضرر معنى، بروح على القضاء. بس إحنا بنقول إحنا في نقابة الصحفيين بدنا نعالج السلوكيات التي قد تنجم من الممارسة هذا بطريقة حضارية، بطريقة النقابة قادرة عليه. لأنه بتعرف في عقوبات، ممكن نحط عقوبات على الصحفيين، هذه العقوبات مش أقول راجع، هذه العقوبات بتخلي الصحفي يدقق أكثر، يتعامل مع المعلومة بشكل أفضل، يبتعد عن الابتزاز. هذه العقوبات منها مثلا حرمانه من النقابة، حرمانه من العضوية، حرمانه من عقوبة التجميد الكذا، يعني في عقوبات تتخذ بتخلي بتصوب مسيرة الصحفيين. أما أنا بتشكل المجلس الآخر مجلس شكاوى برا النقابة، أنا كنقابة صحفيين ما لي علاقة، بالتالي كيف بدي ألزم أو كيف بدي أتحرك فيه. مع أنه يعني كان ممكن يكون إشي مستقل والنقابة جزء فيه. يعني أنا رأي قد يكون يعني صحيح، بس أنا رأيي أن النقابة هي الجهة المرجعية
لتشكيل هذا المجلس اللي انت يعني شفنا بالنقابات المهنية كلها ماجد, يعني حتى الأطباء حتى هذا لما بتشكي على طبيب بخطأ طبي زملائه بدافعوا عنه, فكيف لسه بالصحافة اللي فيها ميت وجهة نظر؟ لا في النقابة الأطباء مختلفة, يعني خلينا احنا دائما بنقول بدنا قانون المساءلة الطبية, يعني النقابة الأطباء انا بحكيش على القانون, بحكي انه الزملاء بالبعض العادي بتعاطف مع بعض. لا لا في ترى في قضايا كثير تقدمت شكاوي في النقابة الصحفيين مجلس التأديبي واتخذ عقوبات بحق زملاء. اولا ان انت اليوم انت بحاجه انك انت تتصالح مع ذاتك كجسم صحفي وتقتنع انه اذا مجد الامير ارتكب مخالفه بحق اي سياسي او بحق اي نائب, اذا بدي اعمل له مجلس تقدمت شكوى بدي امشي فيها بالاجراءات بطريقه تكون عادله حتى الناس تضمن, وهذا بيساعد العمل الصحفي مش بالعكس. احنا اذا بدنا نصير نعمل مجلس شكلي فهذا بنتآمر على الوضع الصحفي, بيظل وضعنا متردي وبتظل السمعه سيئه وبتظل زي انت ما حكيت انه يا اخي فكوا عنا شو ليش نقدم لهم وهم بمسيرتهم من الداخل. الان حجم العطف المجتمعي على الصحافه متدني جدا لانه مش عم بيشوف, يعني هاي الصحافه عم تتبنى قضايا المجتمع. يا اخ عمر في شغله ترى بس الناس ما انا من الناس وانت اكثر منا يعني معرفة. انه اي سياسي بروح بتقدم شكوى لمجلس نقابة صحفي بعدين بتصير جاهات وبعدين بروح بسحب الشكوى, هم ما بي يعني لا احنا لسه لازلنا عقليتنا وثقافتنا لا زالت غير مشكلة الجاهة حتى برفع الدعوة وبعدين ببوس اللحى وبوس اللحى بكذا هي اللي وبيجي بتقول والله مجلس التأديب في نقابة صحفيين هاي القضية الفلانية لم يفصل فيها, لم يفصل فيها لان صاحب القضيه سحبها سحب الشكوى فصارت احنا اليوم انا بقول احنا اليوم قادرين في نقابه الصحفيين نقدم اداء متميز على صعيد حمايه حقوق الناس من اي اخطاء في المهنه لها علاقه بانهم اساءوا ضرر سياسيا وشخصيا. الان يعني هذا القانون هذا الجو اللي عم بيشتغل مش قانون ما ضلش عندي بحكيش عن قانون الشكاوى او مجلس, بحكي عن قانون البيئه الحاضنه للصحفي اللي قاعد بيشتغل فيها بيئه مربكه, يعني قوانين تتغير باستمرار, نقابه غير فاعله, تدخلات بالتعيينات على مستوى رئيس مجلس الاداره ورئيس التحرير. طب كيف الصحفي بده يشتغل؟ لا هو على فكرة يعني الـ 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 موقع رئيس تحرير أو رئيس مجلس إدارة هذه العلاقة بالمالك, يعني أي صحيفة بنعرف يعني كيف سواء الرأي أو الدستور أو المالك بيع رؤساء تحرير, هذا ما بعيب حتى لو كان ولا المالك وحتى لو المالك ما عندناش مشكلة يعني حتى لو كان الضمان الاجتماعي بعين أو الحكومة هذا ما أنا بقول يعني إحنا بحاجة دائما ننظر لتجربة البي بي سي, يعني بحاجة لنظرة بطريقة البي بي سي يعني تلفزيون دولي تدفع الدولة له لكنه مستقل يقدم خدمة للمجتمع. طيب. احنا صحفيتنا يجب ان تقدم خدمة للمجتمع. لانه صديقي في معنا مشاركة. مرحبا اخ موسى. مساء الخير يا سيدي. اهلين حياك الله. الله يعطيك العافية يا استاذ عمر. الله يعافيك. يعني شكرا لك انه طرقت لنقطة مهمة كثير عن الشعبية او مدى الرضا الشعبي عن الصحفيين. نعم. والعاملين بقطاع الاعلام. نعم. يعني انا واحد من الناس كأحد الاعضاء المنتسبين لاتحاد النقابات العمالية المستقلة للأردن. نعم. مع كل الهجمة اللي مورست على النقابات المستقلة في الأردن لم نشهد ولم نرى بأي صحفي حاول انه يكتب عن هذا الموضوع او يدرس الفكرة لماذا خرجت النقابات المستقلة ولماذا اوجدت هذه النقابات. وعلى العكس من ذلك بنلاحظ انه في تعتيم اعلامي غريب عجيب, ويعني عندي يعني دلالة او موقف صار معي اني حاولت اني اودي رد لجريدة من الجرائد الرسمية الاردنية بناء على موضوع انكتب بهذه الجريدة على النقابات المستقلة وعلى أعضاء هذه النقابات وبماذا وصفوا في يعني أشد الأوصاف. نعم. يعني هلجية. فتفاجأت بأن هذه الصحيفة ترفض حتى حقي أنا في الرد الرأي والرأي الآخر, ترفضه وتسلب حقي في اللي الآخر. فإحنا الآن المطلوب من النقابة الصحفية, أنتم صحفيون وأنتم كتبة وأنتم يعني من ينظر إليكم العامة على أنكم الناقل الحقيقي لهموم هذا المواطن. نعم. فنرجو منكم أن تكونوا على فصل الحيادية فقط. صح. أنا بس بدي أذكرك أنه أنا الحلقة الماضية ك
كان عن النقابات وكان ضيفي أحد أبرز الداعمين للنقابات المستقلة يعني. بتمنى إنه نفتح المجال للجميع حتى يبدي رأيه. شكرا نعم لموسى. نعم نعم أنا سمعتك وشكرا لك. ما هو إحنا لما نحكي بنحكي بالإجماع. مزبوط. لا بسورة التوضيح أساس إذا حنا بعنا بسمعنا إنه إحنا يعني على الأقل في هذه الإذاعة يعني نمارس هذا الدور وغير مشكورين لأنه هذا واجبنا. الذكر أنك أنت إنسان محترم يعني. الله يخليك. شكرا شكرا أستاذ أبو موسى. شكرا شكرا يعني. لا هو في شغلة بس إذا بدي أعقب على حكي موسى من النقابات المستقلة. الحدث يفرض نفسه وأنا بعتقد إن كتب كثير عن بداية التأسيس وبداية الأفكار وبداية وعمل النقابات المستقلة الاتحاد. لكن أنت قاعد هذه النقابات هذا الجسم اللي يسموه نقابات مستقلة كلهم أيضا أعضاء في الاتحاد. هم يعني الشخص مثلا يعني بديش أحكي كلهم في النقابة في النقابة مستقلة بروح على الاتحاد العام. بروح على الاتحاد العام يعني بقصد إنه هذا الاتحاد موجود في دستور اتحاد النقابات العمال. يعني الدستور الأردني بتحدث عن تأسيس النقابة يعني احنا بدناش نروحون يعني هو حقه إنه من حقه حق الرد وحقه إنه يتعامل الناس محكمة مع خبره بكرامة. لا تعامل أنا بقول الصحافة بدليل إنه كل الأردن بيعرف إنه في شيء اسمه نقابات مستقلة مش من شقة مأخذ رأي آخر مختلف عن الاتحاد يعني حتبهم في محله. أنا لأنه ما ظل معي وقت ماجد ماذا يعني الآن واقع الحريات كيف بدنا نشتغل في ظل واقع حريات متردي في توقيف رجعنا بنتوقف على قانون العقوبات على قانون الجرائم الإلكترونية. الصحفي يستطيع الحكومة أن توقفه بأي طريقة قادرة. مزبوط بجوز إذا عديت القوانين اللي ممكن يتوقف عليها الصحفي مذهلي نعم من قانون اللي ذكرت من العقوبات مكافحة الإرهاب وكله وصارت يعني بسنا نروح عليها من الدولة وهذا يعني أنا بسمي يعني قانون مكافحة الإرهاب هو المطلوب اليوم أنه أولا أن يكون ما في توقيف للصحفي لمجرد الرأي أو خبر على قضايا الرأي قضايا يعني التوقيف هذا يا أخي المحكمة حكمت أنه والله ماجد الأمير بالسجن كذا في القضية الفلانية هذا موضوع ثاني السجن كلنا بنحترم القرار المحكمة. أما مجرد أن يكون في خبر أو رأي أو كذا في صحيفة يتم توقيف الصحفي أنا بعتقد هذه فيها تراجع عن الحريات أو على موقع إلكتروني أو إذاعة كله طبعا كل يعني الرأي أنا ضد حتى بجزء التوقيف لمجرد الرأي ولا إحنا بنعتقد إنه إحنا في فرصة لدينا في الأردن إنه والجسم الصحفي بما فيه والداعمين للصحفيين إنه يتم وأكثر من مرة جلالة الملك حكى عن إنه عن قصة التوقيف لمجرد الصحفيين لمجرد الدعوة أو لمجرد هذه قضية مهمة يجب أن ننظر من أجلها. وبعدين في قضية ثانية اليوم صار يطلع لنا كل شوية منع النشر حظر النشر في القضية الفلانية هذا أنا بعتبره أنك لا تريد للمواطن أن يعرف ما يجري. هذا حق الصحافة حق المواطن أن يكون هناك نشر لكل قضية مهما كانت يعني. يعني لازم تكون إحنا مقلين في هاي إن والله هاي القضية يعني أنت ترى أنه إذا رتبنا وضعنا الداخلي في نقابة الصحفيين يمكن أن نتغلب على كل هذه المشاكل يمكن أن نكون مقنعين أكثر للمجتمع وللسلطة نعم نكون إذا رتبنا بيتنا الداخلي طبعاً إحنا مشكلتنا إحنا منقسمين منهارين مأزومين غير قادرين على إدارة النقابة غير قادرين على إدارة الوسط الصحفي غير قادرين على ابتداء أفكار تقدم للصحافة وتقدم للدولة وتقدم للمجتمع إشي إيجابي تنقلنا إلى الأمام. إحنا في اللحظة اللي بنصل لهاي المرحلة الآخرين سيقتنعوا بنا وسيدافعوا عنا وسيكون هناك شركاء في الحرية والدعم طبعاً. يعني لم يبقى معي الوقت سوى لشكر الضيف العزيز الزميل ماجد الأمير. شكرا لك على هذا الوقت وعلى هذا الرأي والشكر لكم أعزائي المستمعين.